السلام عليكم ليكيب. الفيديو هذا وصلني عليه جماعه قبل، وكم جابتني طريق الحق لهنا، ما جيتش سبيسيالمون، مي جابتني طريق قلت نصوروا بروفيديو من الطلعه تاعنا هنا في فالماسكار. فالماسكار الفوق من جهه اليمنى اللي لاصقه في سيدي عيسى شويه الفوق. خلاص طلعنا، طلعت دركا ما كنتش وحدي، دركا نصورها في الهبطه. نورمالمون نديرو لابارتي تاع العشية تاع البرود، هاي طاحت كيما هاك لابارتي تاع العشية. نصورو كيميا هنا وكيميا لهيه، نلصقوهم ونعقبوهم لابارتي تروا تاعنا لي مافا نديرها هاذيكا، من بعد تبقى لنا لابارتي كات ربي ان شاء الله. وصلنا دركا وين لي بومبي، نورمالمون كنت تكمل الطلعة ديالك تخرج على سيدي عيسى. أنا مش نحن نطلعو سيدي عيسى، سيدي عيسى صورناها قبل، نضربو طلة جواه كوبا. فوالا حنا وين باطيمة الديوانة، واد القبة.
فوالا قضينا القضية تاعنا في كوبا، دركا نكملو التحيشة تاعنا تاع شي شوال. نحكمو لا كورنيش تاع الشبي ونطلعو دوكا دوكا. فينا لنا الطريق من نجموش حتى نطلع لازمنا ديو راستي بزونس ومنا كي نطلق عم نجيبش الدور وسيف كيف هاي تحت ثم لازم نطلع السيفيد اللي هي وترجع لا تقدر تطلع مش تقدر تعدي عشر
نكملوا نوصلوا لابارتي تاع الكورنيش تاع تاع شبي. ويكون هذا هو الفيديو تاعنا تاع الشيشواني.